افراحي ابتدأت وصباح لها طعم روحاني بك يا يسوع المسيح. بيك ألحاني امتلأت بكلام عن ربك فداني كلام عن رب فداني بك يا يسوع المسيح. من قلبي اللي صبح مرتاح بعلن مبتدأ الأفراح. من قلبي اللي صبح مرتاح بعلن احزاني بيك. خطاياي اتغفرت ودمك فوقي وسترني بيك يا يسوع المسيح. بيك خطاياي انطرحت البحور كلها نسياني يا يسوع المسيح. بعلن مبتدأ التسبيح يا يسوع المسيح. بعلن مبتدأ التسبيح والترانيم والصلاة هيفوح منها عطر اللي سباني بيك. الظلمة والنور ابتدى إيماني بك يا يسوع المسيح. بيك النعمة امتلكت ليوم برك تكساني بك يا يسوع المسيح. بيك الظلمة انطردت امتلكت ليوم الرب تكساني بك يا يسوع المسيح. بالروح عربون الأمجاد بعلن مبتدأ الأعياد. بالروح عربون الأمجاد بعلن مبتدأ الأعياد. واسجد لك والقلب يفد ويعود ويرنم تاني. احيانا الشيطان يجي يقول لك انت بتصلي كتير وربنا سامحك، طب اديك صليت سنه واثنين وثلاثه. هو استجاب لك؟ استجابش. واحد ده حاجة تأملية، قصة تأملية، ظهر له المسيح فقال له: إيه يا رب يسوع، ده أنت حلو قوي، ده أنت أحلى من أي صورة، يا سلام، قول لي أي حاجة أعملها لك. قال له: يعني لو طلبت منك أي حاجة تعملها؟ قال له: آه يا رب. قال له: طب بص يا بيتر، في حجر كبير قوي قدام البيت عندك، شايفه؟ قال له: عارفه الحجر ده من زمان موجود. قال له: عايزك كل يوم تنزل تزق الحجر ده.
قال له بس كده يا رب؟ قال له اه. قال له طيب. كل يوم ينزل بيتر يعمل ايه؟ يزق في الحجر. بعد سنة جه الشيطان جنب بيتر، قال له يا بيتر. قال له ايوه، انت مين؟ قال له انا بس عايز اعرف انت بتزق الحجر ده بقالك قد ايه؟ قال له بقالي سنة. قال له مين اللي قالك تزقه؟ قال له ربنا. قال له طب وهو اتحرك من مكانه؟ قعد يفكر بقى، قال له لا ما بيتحركش من مكانه. قال له طب بتزقه ليه؟ مش برضه تخلي عندك عقل كده؟ يعني حجر ما بيتحركش من مكانه، تزقه ليه؟ فقال له لا انا هزقه، طالما المسيح قال له زقه لازم ازقه، ابعد عني يا شيطان. فبعد عنه، لكن هو اتأثر، فابتدى بدل ما كان بيزقه كل يوم بيزقه مرة اثنين وخميس، مرة اربع وجمعة، مرة سبت وثلاث، لحد ما صفصفت على مرة واحدة في الأسبوع. بعدين جاله المسيح ظهر له، قال له يا بيتر. قال له يا رب يسوع وحشتني، بقالك سنتين ما ظهرتليش. قال له ايه الأخبار؟ قال له أنا زي الفل. قال له والحجر؟ قال له هو تمام مكانه. قال له بتزق؟ قال له بزق. قال له كل يوم؟ قال له لا بصراحة مش كل يوم، أنا كنت بزقه كل يوم لكن لقيت ما فيش حاجة بتحصل، فابتديت أزقه مرة واحدة في الأسبوع. قال له إزاي؟ ما فيش حاجة بتحصل إزاي؟ قال له هو قدامك الحجر. قال له لا تعالى يا بيتر. فراح خد وقفه قدام المراية، قال له اقلع القميص كده، قلع. قال له ايه اخبار عضلاتك دي؟ قال له مالها؟ قال له من سنتين كان عندك القوة والعضلات دي؟ قال له لا. قال له ما فيش حاجة بتحصل قدام عينيك، اه بس في حاجة بتحصل جواك. اوعى تصدق ان المسيح اللي معاك ده ما بيشتغلش فيك وبيغير فيك. يمكن الظروف هي هي لكن انت حزنك مش هو هو، يمكن الظروف هي هي بس انت قوتك مختلفة. مسيحي معايا وكمان ايه؟ جوايا، محوط بيا وهو مصدر عزاي. اسمع كلامه وامشي معاه وتأكد ان ايده في ايدك وانت توصل وتعمل المستحيل معاه. مسيحي فيا مالك عليا، يسمع بوداني ينظر بعنايا. مسيحي فيا مالك عليا، يسمع بوداني ينظر بعنايا. وانا كل ملكه هو اشتراني، فداني بدمه حبه غطاني. مسيحي معايا هو حماية، هو حماية ماشي قدامي ماشي ورايا. مسيحي معايا هو حماية ماشي قدامي ماشي ورايا. وعن يميني وعن يساري بيحارب عني سر انتصاري. قلبي مسيح قلبي لكل حب، هو إلهي هو إلهي وهو راي. مسيح قلبي مسيح قلبي لكل حب، هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني، روح المعزي ملك يا زي ظلي مش بيفارقني معايا تملي. مسيح خلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا، شايلني وشايل شايلني وشايل شلتي كمان ومكبر أمري طول الزمان. شايلني وشايل شلتي مسيح معايا مسيح معايا
كمان جوايا ده محوط بيا ومصدر عزايا أعظم عطية كنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا أعظم عطية كنز العطايا يا فرح قلبي الله جوايا مسيح خلي مسيح خلي وزي قلبي مش بيفارقني معايا تملي مسيح خلي وزي قلبي مش بيفارقني معايا تملي شايلني وشايل شلتي جمال ومدبر أمري كل السماء شايلني وشايل شلتي جمال ومدبر أمري كل السماء كان سايق عربية كارو بيمشي بيها والحمار تعب في المطلع ما عرفش يطلع كل ما يطلع كل ما ينزل والحمولة كانت تقيلة وكان في مدخل حي الزبالين في المقاطع قصة دي حقيقية والراجل كان دايما يسأل سؤال يعني ايه تواضع يعني ايه التواضع يقول لك ربنا تواضع ربنا تواضع انا مش فاهم يعني ايه تواضع وفجأة وهو عمال يزق الحمار ويزق العربية تخيل بقى يعني مش الحمار اللي بيزق هو الراجل بيزق العربيه وبيزق الحمار مش عارف وتفاجئ واحد نزل من العربيه لواء باللبس الابيض ونسره مقص فراح نازل ولما لقى كده راح نازل من عربيته وابتدى يزق معاه العربيه لحد ما عدى الحفره اللي هو فيها وبعد كده مشي قال انا بس النهارده فهمت يعني ايه تواضع يعني الكبير قوي نزل للحقير قوي عشان يساعده احنا من حنان ربنا لينا سبب المجد عشان احنا مش قادرين نستوعب وعلى فكره لما حد يقول لك فكره الايمان المسيحي مش معقوله بالنسبه له مش معقوله لان لا يقدر احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس احمد ربنا ان روح الله جواك هو اللي مفهمك يعني ايه تواضع يعني ايه الله نزل خلينا فين العز ده كله وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا كلنا فين العز ده كله كلنا فين الفرح ده فليتمجد اسم إلهي فليتمجد اسم يسوع فليتمجد اسم إلهي فليتمجد اسم يسوع وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا وده من أنا قدامك بوطي راسي ياللي صليبك سبب خلاصي أنا قدامك بوطي راسي ياللي صليبك سبب خلاصي
عليا يا أغلى حبيب وأنا هسكف لك بالإيد. غالي عليا يا أغلى حبيب وأنا هسكف لك بالإيد. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. وده من حنانه أنا بسلم ليك أحوالي أصلك أنت عالم بحالي. أنا بسلم ليك أحوالي أصلك أنت عالم بحالي. غنوا بفرح وقولوا معايا حبك ربي سر فدايا. غنوا بفرح وقولوا معايا حبك ربي ده سر فدايا. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. أنا قدامك بوطي راسي ياللي صليبك سبب خلاصي. أنا قدامك بوطي راسي ياللي صليبك سبب خلاصي. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. غالي عليا يا أغلى حبيب وأنا بسكب لك في الإيد. غالي عليا يا أغلى حبيب وأنا بسقف لك في الإيد. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. أنا بسلم ليك أحوالي أصدق أنت عالم بحالي. أنا بسلم ليك أحوالي أصدق أنت عالم بحالي. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. غنوا بفرح غنوا بفرح وقولوا معايا حبك ربي سر فدايا. غنوا بفرح وقولوا معايا حبك ربي سر فدايا. غنوا بفرح غنوا بفرح وقولوا معايا حبك ربي سر فدايا. غنوا بفرح غنوا بفرح قولوا معايا حبك ربي سر فدايا. غنوا بفرح وقولوا معايا حبك ربي سر فدايا. وده من حنانه ليا يجي ويسأل عليا. وده من حنانه ليا
احلى حاجه انك تبقى فرحان بسيدك، واحلى حاجه ان ما يبقى لكش سيد غير المسيح. لا يقدر احد ان يخدم اي سيد تاني غير المسيح، ما ينفعش. في ناس بتحب تخدم المال، في ناس تبقى فرحانه لما تبقى جيوبها مليانه ولما يبقى عنده رصيد، ويبقى حزين لو معوش. في واحد يبقى فرحان لو عنده عيال، هي حاجه تفرح بجد، عيال ولا احفاد. لكن الله مش جايبنا الدنيا دي عشان نشتغل ونعمل فلوس يبقى عندنا عيال ونروح نموت، لا. الله جايبنا الدنيا هنا عشان رساله كبيره، عشان نبقى نور ونبقى ملح، عشان نغير الكون اللي حوالينا، عشان الدنيا اللي حوالينا تتغير. ولا يمكن الدنيا دي هتتغير الا اذا انت حطيت قلبك وحياتك كلها في ايد المسيح. طول ما انت قلبك في ايديك وبتعمل اللي على مزاجك مش اللي على مشيئته، عمرك ما هتمشي صح. احنا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. عايز تمشي صح؟ كم واحد يدي قلبه النهارده للمسيح؟ اللي سمعني في الكنيسه وبره وفي كل مكان، تدي قلبك للمسيح بالكامل ولا تسيب حته كده؟ في واحد قال له يا رب انا هديك قلبي كله، يلا ادي مفاتيح قلبي وكل الاوضه، وراح مديله رزمه مفاتيح كده. بعدين راح يصلي، حس نفسه مش فرحان. قال له رب وانا مش فرحان ليه؟ ما انا اديتك المفاتيح بتاعت قلبي كلها. قال له كلها؟ قال له بس هو في مفتاح صغير كده بتاع اوضه صغيره كده فيها شويه حاجات، انا بس مش عارف اديها لك. قال له بص، لو ما اديتنيش كل المفاتيح مش هتفرح كل الفرح. قال له لا يا رب على ايه، خد مفتاح صغير اهو كنت حاطط فيه شويه حاجات بحبهم، ممكن شويه حاجات دول يكون شويه نمر على تليفونك، شويه حاجات على الكمبيوتر، شويه علاقات مش مظبوطه، شويه حاجات ربنا مش عايزهم في حياتك، شويه غش، شويه عدم غفران، شويه انانيه. قول يا رب المفتاح الصغير ده خده وافتح ونظف، انا جيت سلمتك قلبي النهارده. واللي تسلمه قلبك تعرف انه هيمشي بيك ويوصلك ويهديك لاحلى مكان وتعيش معاه في الابديه. انا جيت سلمتك قلبي. أنا جيت سلمتك قلبي ياللي غفرت لي ذنبي، أنا جيت سلمتك قلبي ياللي غفرت لي ذنبي، معاك همومي غير سهول وافرح وياك على طول. ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش اعيش من غيرك، كلاويني يا يسوع من غيرك، ما اقدرش اعيش من غيرك، كلاويني يا يسوع من غيرك. للجوع قلقك شبعي، الجوع قلقك شبعي، الخوف شكعني، ده انت مهول للغربة ومعايا في ظروف صعبة، انت مهول للغربة ومعايا في ظروف صعبة، انت تاوى ضعفي، انت دواء المرضي، انت القوة الضعفي. ما اقدرش اعيش من غيرك، كلاويني يا يسوع من غيرك، ما اقدرش اعيش من غيرك، وقلقك شبعي، في الخوف بتشجعني، في القلق شبعي، في الخوف
أنا ليا يد قوية، وعين سهران عليا، أنا ليا يد قوية، وعين سهران عليا، شماله تحت راسي، يمينه تعاقبني، شماله تحت راسي، يمينه تعاقبني، ما اقدرش اعيش من غيرك. مقدرش أعيش من غيرك، ناويني يا يسوع من غيرك، في الجوع قلقك شبعي، في الخوف تشجعني، في الجوع قلقك شبعي، في الخوف تشجعني، ده صليبك، ده صليبك رفع راسي، وموتك سر خلاصي، ده صليبك رفع راسي، وموتك سر خلاصي، أسيبك وأروح لمين، وأنت سددت إيديك، أسيبك وأروح سددت، ما اقدرش اعيش من غيرك، يا ناويني يا يسوع من غيرك، ما اقدرش اعيش من غيرك، يا ناويني يا يسوع من غيرك، في الجوع قلقك شبعي، في الخوف تشجعني، للخوف بتشجعني. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. في محضر الملك ننحني بكل احترام وهيبة. ونعرض عليه أحوالنا وظروف حياتنا. اللي يقول له أنا ضعيف وأنا ساقط، من يقيمني غيرك؟ محتاج لقوة منك ولعمل روحك القدوس في حياتي. لوحدي مش هقدر امشي المشوار ولا اكمل،
محتاج لي إيدك تسندني وروحك القدوس يقودني ويرشدني. السكة صعبة وانت عارف، والباب ضيق والطريق كرم، لكن معاك محمول على اليدين، مدلل على الركبتين، كإنسان تعزيه أمه هكذا تعزيني. ارفع الطلبة للرب، كلمه وكلميه، كلمه وكلميه، حاضر شخصيا معانا. عايزين نعمة جديدة، نعمة جديدة وعمل جديد لروحك القدوس فينا وبينا. عروسك المفدية الغريبة في البرية، ذئاب طلع عليها. ارفع عصاك يا راعيها، سامحنا سامحنا، العيب فينا، استر عيوبنا بدم الحمل، العيب فينا، احنا اللي مانعين البركه عن انفسنا. يا رب انت ايدك ممدوده بكل البركات وتقول كل شيء لكم، خطايانا فاصله بيننا وبينك، بنقدم توبه من القلب، نفرح بيك وتفرح بينا، مناش غيرك. صلي من قلبك، صلي من قلبك، صلي، قل له افتح عيون ايماني اشوفك في الوسط، افتح عيون ايماني اشوفك في الوسط. شجعني انا الضعيف، امنحني سلامك، قلبي ممتلئ بالمخاوف، اروح لمين غيرك؟ كل اللي سمعني هناك وهنا وفي كل ركن، قل له اغفر خطاياي واديني نعمة أوجد في محضرك، اديني نعمة أوجد في محضرك، حياتي بين إيديك، نفسي أمجدك، نفسي أرفعك وأعليك، أيام غربتي لتكن كلها ليك. استلمني، سامحني، اسندني. فرق قلبي من كل غريب ليليق بسكناك، ليليق بسكناك. أنت الفرح، انت الحب، انت السلام، ماليش غيرك سندي، ماليش غيرك عكاز غربتي، ماليش غيرك نصيبي في دنيتي، ماليش غيرك، انت سر فرحتي. كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كنت واثق انه سمعك وسمعك واستجاب وتوجدنا في محضره، قل له اشكرك لانك سمعت واستجبت. امين امين. Hey.
حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تلك سماوية. حبيبي أعطاني عطية، أعطاني تلك سماوية. على حساب دم المسيح نلت الحياة الأبدية، نلت الحياة الأبدية بدم رب البشرية. نلت الحياة الأبدية بدم البشرية. غفر لكل ذنوب سوء، وفي لحظة فتح لعناية. ودلوقتي مع بعض الأسئلة واحد بيقول أنا ابني خاطب وعايز يتجوز بعد شهرين، وخطيبته خادمة، لكن احنا مش موافقين بسبب ان احنا واهلها مفيش اي علاقة بينا. بلاش كلمة مفيش اي علاقة بينا، نقول مفيش محبة بينا. ودي المصيبة الكبيرة بتاعت أواخر الأيام، واللي قال عليها رب المجد يسوع: من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ولو قلنا في علامات لقرب مجيء المسيح، دي العلامة المهمة جدا، إن المحبة بردت جوه وبره، خدام ومخدومين، المحبة بردت. ولو بردت المحبة، دول ناس رايحين والله خطبوا، ده خاطب ابنهم خاطب، وما فيش علاقة بين العيلتين، يا حلاوة يا حلاوة. ولا على رأي الصعيدة: يا حزن قلبي يا حزن قلبي. أمال هنحب الأعداء إزاي؟ وهنتمم الوصية إزاي؟ أقول لكم صدقوني، واحد بعت لي إيميل بيقول لي: كلم الناس بالحاجات اللي تفرحهم وتطمنهم، بلاش يعني لما تقول في العالم سيكون لكم ضيق، يعني خفف الكلام شوية. أخفف كلام إيه يا ابني؟ كلام ايه واحنا في لحظة في طرفة عين حنروح؟ كلام ايه؟ لازم قبل ما اغمض عيني وانام اكون بحب كل احد، بحب كل احد. انا مش موعظ، انا بكلم نفسي قبل ما اكلمك، بكلم نفسي قبل ما اكلم اي انسان. لابد احب كل واحد، وما يكونش في الدنيا عدو واحد. ادي عيلتين هيرتبطوا ببعض وما فيش علاقه بينهم، يعني ما فيش محبه بينهم، امال هتعيشوا ازاي وتقضوا السنين ازاي؟ نصيحتي لنفسي ولكل انسان سمعني، قبل ما تغمض عينيك وتنام قل له: املاني بالمحبه، قل له: املاني بالمحبه. وعشان يملاك بالمحبة لابد تكون عرفته واختبرته ودقته، لابد يكون مرتاح في قلبك، مرتاح في قلبك، مالي ايدك منه، وتقول: انا لحبيبي وحبيبي لي. مش اي كلام، مش اي كلام. شوف ايه اللي مانع البركة عنك، ايه اللي مانع؟ هي الخطية، هي الخطية. عشان كده بنقول: يا ناس توبوا، يا ناس توبوا. المسيح معانا على الدوام، معانا على الدوام، مش بيفارقنا، مش بيفارقنا. يا
يعني القرار اللي بيقوله الأخ نشأت يجي ويسأل علي، أنا مش عاجبني يجي ويسأل علي، لأن هو معايا على طول. يعني إيه يجي ويسأل علي؟ معايا معايا، عشان أكرمه لازم أعيش الوصية. كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. واحدة بتقول إن هي طيبة، لكن بيقولوا لها ما ينفعش تتعاملي كده مع الناس، الناس مش ملايكة ولا قديسين ولا طيبين، الناس عايزين معاملة تانية. إيه المعاملة التانية؟ ما هو واحدة من اتنين، يا إنسان الله يا إنسان العالم، يا إنسان الله يا إنسان العالم. إنسان العالم رواح ودوار، ولا ما عرفش بيقولوا إيه، لفاف، ها؟ وقول كل الصفات بتاعت العالم، لكن ولاد ربنا ما يعرفوش الصفات دي. ولاد ربنا كلمتهم كده، وطيبين ومحبين، وما عندهمش لؤم ولا خبث ولا لف ولا دوران. ولاد ربنا، كنت انت عايشه بالحياه المسيحيه التقيه، ما يهمكيش من كلام الناس، ما يهمكيش من كلام الناس، لان الشرير عايز الكل حواليه يبقوا اشرار، والمتكبر عايز الكل يبقى زيه، والخاطي عايز الكل يبقى زيه. لكن انت وانت وانا احنا غير الناس. بيقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. إحنا نور للعالم، أنتم نور العالم، غير أهل العالم. الظلمة هي الخطية والشر، والنور هي الحياة المسيحية الحقيقية والحب والفرح والسلام. ولاد ربنا منين ما يمشوا بينوروا، ومعنى بينوروا يعني يكونوا سبب بركة للعالم وأهل العالم. منين ما تمشي تلاقي أولاد ربنا ماشيين في سكة ربنا، عايزين يمسكوا كل إنسان يمشوا في سكة ربنا، كلموا بالحب، طيبة القلب، حلاوة اللسان، سن مختلف. ما يهمكيش يا بنتي، لأن البنت اللي جنبك لأنها شريرة، هي متبكتة لأنك أنت كويسة، ومتضايقة لأنك أنت مؤدبة وحلوة. بل بالعكس، اثبتي على الطريق، لأن لغتك تختلف عن لغة العالم. طبعا بيتأنبوا جدا لما هم بيحلفوا وأنت ما بتحلفيش، هما بيمسكوا سيرة الناس ويشتموا وانت ما بتعمليش كده، هما كده وانت كده، لابد يكونوا ضدك. ما تسمعيش الكلام ده، خلي صورة المسيح قدامك على الدوام، قولوا له من قلبي من قلبي شو قلبي أمجدك. حاجة اللي تمجد اسمك في حياتي اعملها، واللي ما تمجدش اسمك في حياتي ما تعملهاش. واحدة في أمريكا تقول أرجوك يا أتسابونا تقول من فمك لبنتك فيفيان ربنا يشفيكي، ربنا يشفيكي يا فيفيان وكل مريض يا بنتي. أرجو تفسير الآية مرقس 4:12.
الآية أنا كتبتها على الورقة لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر لهم خطاياهم. فصاحب السؤال بيقول هل رب المجد مش عاوز الناس تفهم الأمثال لئلا يرجعوا فأغفر لهم خطاياهم؟ بيقول لكي يبصروا مبصرين ولا ينظروا، ويسمعوا سامعين ولا يفهموا، لئلا يرجعوا فتغفر خطاياهم. بيقول يعني فلان مش شايف ولا سامع وكان ممكن تتغفر خطاياه، ولا يفهموا لئلا يرجعوا فتغفر له. يعني لو شاف ولو سمع هيرجع وتتغفر خطاياه. مش معنى كده ان هو مش هيغفر خطاياهم، لا، يعني شوف فلان مش راضي يسمع عشان تتغفر خطاياه، ولا راضي يفهم عشان تتغفر خطاياه، وهكذا. واحدة بتقول أنا حلمت إن بركان ضخم خرج من تحت الأرض ومشي زي موج البحر لغاية ما وصل الكنيسة عندنا، ثم غطاها لغاية ما أصبحت جبل عالي. وأصبح التلج يغطيه، وبعدين شفت دوائر حلزونية بتنزل من السماء وتاخد الناس اللي كانوا باصين للسماء، ويبدو أنهم كانوا منتظرين، ولما جه دوري وأنا واقفة منتظرة على أطلال المباني الخربانة، انتهت الدواير وخلصت، ووقفت لوحدي فبكيت وصرخت، قلت هو أنا كده أبقى متروكة زي الأشرار؟ لا يا ربي. وصحيت والدموع في عيني وبكيت بمرارة. أنا عجبني الحلم ده، عجبني الحلم، إنسانة صادقة تماما. ملخص الحلم إن الرب جه وأخذ عروسته وهي ما كان لهاش نصيب. وهنا الخطورة، 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 إن الإنسان يأجل يأجل يأجل. وربنا ادانا المثل وقال يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، 5 حكيمات وخمسة ايه جاهلات. خرجنا للقاء العريس، خرجنا. عارفين خرجنا يعني ايه؟ زي الاجتماع ده، كلنا قاعدين، كلنا قاعدين، كلنا بنرنم، كلنا بنصلي، كلنا ماسكين مصابيح، وكلنا معانا اواني، بس ما حدش يعرف إناء التاني غير نفسه. أنا عارف إن إنائي مليان ومصباحي مليان زيت، لكن فلان وفلانة مصابيحهم وأوانيهم إيه؟ فاضية، فاضية، وطالعين ينتظروا العريس. خرجنا كله للقاء العريس، كله زي بعض، كله بيرنم ترنيمة واحدة، كله بيصلي، كله بيتناول، كله بيخدم، بس لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه.
كل واحد عارف نفسه. يعني فلان قاعد على الدكة وعارف انه زاني، سامحوني. فلانة قاعدة على الدكة وعارفة انها بتكره اختها كره العمى. فلان بيرنم معانا ومفيش في قلبه محبة. فلان 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 وفلان قاعد في وسطينا بيحب عدوه وبيصلي له وفرحان ومنتظر الرب وإنسان مستعد. كله خرج للقاء العريس. وبعدين في نص الليل سمعوا صراخ، هو ده العريس مقبل. العريس جه كله قام ينور مصابيحه اللي فيها زيت، والزيت هو العمل المبارك وملء روح الله وحياة الاستعداد وحياة التوبة الحقيقية. الزيت اللي في أوانيه زيت ومصابيحه زيت نورت، ونزلوا ينضموا للموكب بتاع العريس. لكن اللي مصابيحهم وأوانيهم فاضية، اللي عايشين في الخطيه وما تابوش، اللي عايشين في الخطيه وما تابوش، قوم ينوروا المصابيح وما نورتش، طفت لان ما فيهاش زيت. سلفونا زيت، لا ما ينفعش، فيش واحد يشفع في التاني، كل واحد شايل شيلته، كل واحد شايل شيلته. سلفونا سلفونا، لا روحوا اشتروا من السوق، ده نص الليل ما فيش سوق، والزيت لا يباع ولا يشترى. جهلة، خمس جاهلات، خمس جاهلات راحوا السوق. جه العريس والمستعدات دخلنا، وأغلق الباب وأغلق الباب. وعصت مرة وقلت أصعب كلمة في الكتاب المقدس، وأغلق الباب والمستعدات دخلنا، كل النفوس المستعدة دخلت. وبعدين راجعين دول من السوق، كان العرس انتهى والباب اتقفل. افتح افتح، لا 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 ما خلاص، دلوقتي الباب مفتوح، بعد شوية حيتقفل الباب. اللي بيكلمني وبيقول اتكلم كلام حلو، انا بتكلم كلام حلو يا حبيبي، وما فيش احلى من الكلام اللي بيدهون الروح القدس اللي هو بيتوب النفس. يعني لو راح واحد عنده خراج لدكتور، عنده خراج، وبعدين الدكتور طبطب عليه وقال له خلاص يا حبيبي روح وبتاع، ينفع ولا الدكتور يفتح؟ ها ده بيقول وبخ انتهر عيف. وبعدين انا مش بفتعل كلام ولا بألف كلام ولا في ذهني كلام يا ابني، انا شو قلبي ان كل انسان يتوب قبل فوات الاوان، قبل فوات الاوان. عشان كده قلنا مع كل طلعة شمس قول انا ايه، انا تايب. وقبل ما تغمض عينيك وتنام قول ايه، انا تايب. وطول النهار عيش تايب. اقول تاني وتالت، مع كل طلعة شمس قول انا تايب، وقبل ما تغمض عينيك وتنام قول انا تايب، وطول النهار عيش تايب. وتايب يعني مستعد. واللي شافت الحلم طبعا صحيت، والدموع في عينيها على ان دي رؤية حقيقية، رؤية حقيقية، وقدمت توبة. انا بشكرك على جوابك، ولا بتسموه الايميل بتاعها. اهو اهو الاخ ده، انا بشكرك يا حبيبي من اجل كلامك وارشادك لضعفي،
بيقول رجاء محبة عند أبونا مكاري في عزة النهاردة قال فيها: بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماء. بس مش كاتب الرجاء لفت النظر، يعني أنا ألفت نظر الناس إن الآية دي رغم كونها صحيحة إلا إنها توحي للآخرين الذين يسمعون أنهم يعملوا ويبهدلوا فينا زي ما هم عايزين، يعني العالم يعمل ويسوي فينا ويبهدلنا زي ما هم عايزين. ده غير حروب الشيطان على السامعين، هيدخلهم في ضيقات كثيرة وهم في أحوال صعبة أساسا. ياريت أبونا يفسر الضيقات زي احتمال المعيشة الصعبة بنعمة المسيح واحتمال سخافات الآخرين وغيرها، وإن ياريت كل اجتماع يقول آيات تشجيعية بناءة. زي أيها الحبيب أروم أن تكون صحيحا وناجحا في كل شيء، زي افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، زي أستطيع كل شيء في المسيح، زي أما أمرتك تشدد وتشجع أنا معك، ها أنا أسير أمامك والهضاب أمهد، أنا أجازي لي النقمة. من يمسكم يمس حدقة عيني وغيرها كتير جدا. الناس عايزة آيات تشجيعية تبنيهم وتقويهم، مش آيات لها طابع أو إيحاء بضيقة أو تجربة تخلي الشيطان ياخدها حروب أو الآخرين يفتكروها بإن يعملوا فينا أكتر زي الاضطهاد. شمعنا الضيقات دي على شعب مصر بس ومش على الشعوب اللي فيها حقوق إنسان؟ أتيت لهم لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. أنا أشكرك يا حبيبي على لفت النظر اللي انت بعته، بس يمكن يعني مش كل كلامي في ضيقات وبس، ضروري في كلامي روح الله بيدي تعزيات ويدي فرح، واحنا في أغلب المرات إن لم يكن في كل المرات بتطلع فرحانين ومتعزين، ولا أنا غلطان؟ ها؟ ما فيش في مرة طلعنا وجوهنا على الأرض، لكن بنطلع عيوننا مرفوعة للسماء متعزين وفرحانين، ولا إيه رأيك؟ وأنا هعمل بكلامك وحاول، بس مش أنا، صدقني صدقني أنا مش برتب كلام أقوله، لكن بقول لك هحاول إني أقول كلام معزي. آمين. إدينا كلام من عندك وملانا تعزيات، ده كلامك هو المحيي والمشبع إيه باللذات. بس مش عارف الترنيمة دي. خدنا على جبل عالي هنينا بجل سماك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل بلدات. ودينا كلام من عندك وملانا تعيان، ده كلامك هو المحيي والمشبع بلدات، والمشبع بلدات، هذا كلامك هو المحيي والمشبع باللذات.
أنا وظيفتي كذا وبشتغل في المكان الفلاني، كنت أفكر في الآخرين إنهم ما يخصونيش، كنت بهتم بمصلحتي فقط. وأتذكر لما كنت في الكلية لما سئلت عن المسيح قلت لزميلتي هتعرفي بعدين لما تموتي، فقالت الفرصة تكون انتهت. قلت وأنا مالي، ومرت الأيام وقعت في مشكلة وصليت مع الاجتماع، رحت الكنيسة طلبت صلواتكم، واتحلت المشكلة. قلت أنا هتكل على ربنا وأمشي على الآية اللي بتقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ومش هبدأ بنفس الكلام، لكن حد من زمايلي سألني عن المسيح وكانت النتيجة بعد فترة إن الرئاسة هددوني إن لو اتكلمت في الأمور دي هيحصل كذا وكذا، وإن لي فرصة واحدة فقط وأنا خايفة، لكن واثقة إن الرب معايا. ما اتكلمتش تاني أبدا بصراحة، أنا هجاوب أي حد يسألني أقول له هتعرف لما تموت. لا يا بنتي، الآية اللي انتي قلتيها في الأول هو ده كلام الروح القدس اللي بيقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يعني أي حد يسألني لابد أجاوب. عارفة إمتى يكون التهديد والخوف زي ما أنت بتقولي كده؟ لما يكون الإنسان مش مملوك للروح القدس ولا مختبر النعمة ولا مسلم حياته للمسيح ولا ضايق نعمته فرحان بيه وعايز يقدمه بفخر لكل إنسان. أما يكون إنسان بعيد عن ربنا إناءه فاضي، إناءه فاضي. لكن إنسان الله إناءه مليان
مستعدين لمجاوبة كل من أي حد يسألني عن المسيح له كل المجد. أنا عندي أمر ودفع من الروح القدس إني أجاوب، لكن مش زي ما أنت بتقولي لما حد يسألني أقول له هتعرف لما تموت، فما رد عليك وقال لك لو مت يبقى هعرف إزاي، ما خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. لا يا ابني يا بنتي يا كل نفس، احنا مسؤولين عن وجودنا في الغربة. ربنا بعتنا سفرة هنا، لا بعتنا ناكل لقمة ولا نلبس هدمة ولا نشتري بيت ولا نبيع غيط، ما بعتناش نعمل كده. كل ده بناكل منه لقمة عشان اشتغل شغلتي الأساسية، شغلتك وشغلتك وشغلتي، أنتم شهودي يقول الرب وأنتم نور العالم، أنتم شهودي أنتم نور العالم. يعني موجود هنا لسبب واحد بس، إنك تمجد اسم الملك المسيح. وحنوصل عنده وحنقف قدامه، هنقف قدامه، في إنسان حيقف قدامه مرفوع الرأس، أنا مجدتك على الأرض، كلمة اللي قالها الإبن المبارك بلسان كل إنسان تقي أو قديس، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. وفي إنسان حيقف قدامه، أروح فين؟ أين أهرب من وجهك؟ أروح فين؟ أقول للجبال غطيني، للأكام ما فيش لا جبال ولا أكام، ولا هتقدر تهرب، ما فيش. الفرصة هنا، هنا. أبكي بدموع قلبي قبل دموع عيني، أقول له نفسي أمجدك، أنا مش عايز حاجة في الدنيا غير أني أمجدك، مش عايز حاجة تاني. إن شاء الله اللقمة ما تدينيش لقمة، بس اديني فرصة أكرمك قبل ما أجيلك، اديني فرصة أكرمك قبل ما أجيلك. الإنسان العاقل اللي هو قدام عينه باستمرار اللحظة اللي حيقف فيها قدام ربنا، اللحظة اللي حيقف فيها قدام ربنا، عشان كده بيعمل فرامل ضد أي خطية، ضد أي خطية، وعايش حياة الاستعداد. هقف قدام ربنا، ممكن في لحظة في طرفة عين أروح. يعني تأملنا في الأحداث كلها اللي حصلت في البطرسية وطنطا والمرقسية وليبيا والحاجات دي، تأملنا إيه؟ الله بيتكلم وبيقول إيه؟ بيقول في لحظة في طرفة عين هتروح، هتروح. الإنسان مش هيلاقي فرصة يقول يا رب ارحمني، يا رب ارحمني. عشان كده العقل يقول استعد الآن وأكرم إلهي الآن، وكل لحظة أعيشها للي مات وأحياني، دي خسارة لحظة واحدة تضيع في عالم فاني، وكل لحظة أعيشها للي مات وأحياني، دي خسارة لحظة واحدة تعيش في عالم فاني، وكل لحظة أعيشها للي مات وأحياني، حنعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من غير دموع، حنعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من غير دموع. هانت 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 قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه صرته تمتع
تهانت قربنا نشوف فدينا نتمتع بقربه صرته تملى عينينا حنعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من غير دموع هنعيش على طول ويا يسوع في النهر على طول من غير دموع. واحدة بتقول أنا إنسانة عايشة خارج مصر وللأسف البلد اللي أنا فيها الحرية مباحة جدا وعندي بنت عمرها 18 سنة وأنا مش قادر أتحمل طبايع الحرية ولا أغير الطبع اللي كبرت عليه وأولادي بيقولوا علي إني جهلة وما ينفعش أعيش هنا لأني مش عارفة أتغير أو يعني بما معناه أتأقلم وأكون زيهم. قل لي أعمل إيه؟ أقول لك تعملي إيه؟ ما أنت الفاس وقعت في الراس ورحت سافرت وهاجرت هترجعوا تاني؟ إن رجعتوا يبقى أحسن، لكن مش هترجعوا الجو اللي انتوا عايشين فيه كده. حرية الباب مفتوح، ممكن البنت في أي وقت تقول لك سلام وتسيب البيت وتمشي، ولو مشيت مع طوب الأرض مش هتقدر تكلميها. حرية دي مش حرية يا بنتي، ولا بيسموا ولا ديمقراطية ولا الحاجات اللي بيقولوا عليها دي، دي همجية، دي همجية، دي كلها أمور ضد الإنجيل، ضد الإنجيل. يعني هديكي مثل، البنت بتروح تعاشر ولد وممكن تسيبه وتمشي واحد تاني وممكن تحمل وتخلف منه وممكن كل ده عادي، عادي ما اسموش خطيه. طب هل ده يمشي مع الإنجيل؟ يمشي مع خلاص نفوسنا اللي بيقول من نظر إلى امرأة لكي يشتهيها فقد زنى بها في قلبه فكم بالحاره الباب المفتوح له. انتوا رضيتوا تروح هناك، رضيتوا، لكن اللي يعجبني اني اقول اني فقط في بعض عائلات وبيوت وإن كانت قليلة لكن عايشين بحسب الإنجيل والوصية، مرتبطين بالكنيسة وحياة التوبة، ولادهم شمامسة، بناتهم خادمات، حاجة تفرح. ده ما يمنعش إن الناس عايشين الوصية في بلاد الحرية. عايز أقول لك اللي عايز يعيش مع ربنا بيعيش إن شاء الله في بلاد الواقواق، هيعيش إن المسيح في كل مكان. اسمه عمانوئيل، مش بيفرقنا، مش بيفرقنا، فهو معاكم عمانوئيل. أشكرك بشكركم على كل الكلام
اللي انتوا كاتبينه. ودي يوم برافو برافو صحيح. يا ترى باقي كام يوم؟ بيقول أنا هاخد إرشادك اليوم الجمعة من قدام التلفزيون، الحقني بصلاتك الحقني، عشان طالبت جوزي بحقي في سكن صغير لحمايتي فيما بعد، لأني عنده أولاد من الزوجة الأولى، يعني واحدة اتجوزت جواز تاني، عنده أولاد من الزوجة الأولى، وبعد وفاتها اتجوزني رغم غناه. قام هو وابنه وبنته بمخطط شيطاني، اتفقوا مع غفير الفيلا اللي جارهم انه يطلع عندي في الفيلا، ويقوموا بعد كده بقفل جميع الابواب علي وهو معايا الغفير، ويقلعونا ملابسنا وينزلوني بملاية مفضوحة، وكأني أمسكت في ذات الفعل وكأني زنيخ. وبعد كده يقدموا الصورة ويروحوا بها للكاتدرائية عشان ياخدوا الحكم بالطلاق، وقالوا بكده نخلص منها ولا تطلب شيء ونكون انتقمنا منها والمطرانية تدينا الطلاق. صليت مزمور 91 وتذكرت كلام قدسك، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون، إلى آخر الشرح. عايز إيه يا رب؟ عايز تمسكني وأنا هدافع عنك، عنك عشان تنتصري، لأن لو دافعتي عن نفسك عايزك تسكتي، وأنا هدافع عنك عشان تنتصري، لأن لو دافعتي عن نفسك هتخسري. تخيل يا أبونا، كشف المؤامرة نفس الغفير وأنقذني رب المجد وطلعني من الفيلا بسرعة قبل إتمام المخطط وقبل ما يروحوا الكنيسة ويتناولوا، هما بيروحوا الكنيسة ويتناولوا، هي دي تعاليم رب المجد. وليه تأذوني؟ هل دي الأيام الأخيرة؟ أرجو كلمة إرشاد. هل دي الأيام الأخيرة؟ شوف، واحد مراته ماتت وعنده ولد وبنت، فتجوز، جوز تاني، ولما اتجوز عايز ينتقم من الزوجة الجديدة. طب كنت متجوزها ليه؟ اللي جابرك انك تاخدها؟ ودبروا خطة هو وعياله انه اتفقوا مع الغفير بتاع الفيلا اللي جنبهم وقفلوا عليهم الابواب عشان يثبتوا ان هي زن، لكن ربنا نجاها، ربنا نجاها. عايز اقول هي بتسأل هل دي الايام الاخيرة؟ وسؤال ممكن يشغل بال أي إنسان. ممكن الأيام الأخيرة، وممكن قبل الأخيرة، وممكن ناس كتير يقولوا لسه بدري، لسه بدري. لكن أما نتأمل في بعض أحداث نلاقي فعلا الأيام خلصت. الأيام كنت متجوزها ليه؟ يعني إيه اللي جبرك إنك تجوزها؟ فين العقل وفين الفكر؟
أنا اسمي فلان من محافظة الفلانية، فجأة حصل انفصال في عين الشمال وعملت أشعات كتير والدكاترة أكدوا لي ده انفصال في الشبكية العين ولازم أروح مصر أعمل عملية يوم السبت ميعاد العملية. فيوم الجمعة حطيت إزازة مية جنب التلفزيون وحطيت المية على عيني وعملت أشعات تاني، قالوا لي مفيش لا انفصال ولا عملية. أصيبت بجلطة، لكن بصلوات الاجتماع وأثناء يوم الجمعة 16 دابت الجلطة وفاقت من الغيبوبة. كان عندي شرخ في الراس، وش في الراس والأذنين شفت رؤية، مسكت راسي بإيدك اللي بيها الصليب وابتديت تصلي وكل الأمراض ذهبت عني. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك، مش هقول اداني فضة ولا اداني دهب، وادي العالم ما لو فضة لكن جل من وهب. يا لعظام العطية للدهاني ربي، دي عطية مجانية فرح بها قلبي. ده وهبني بناوي وبقى هو أبويا، بيعاملني بالحنية أكتر من أمي وخويا. ده وهبني بناوي وبقى هو أبويا، بيعاملني بالحنية أكتر من أمي وأخي. يا ده عظام العطية للداني، دي عطية مجانية فر بها قلبي. ده وهبني الخلاص وسحق راس الحية، ده وهبني الخلاص وأعطاني الحرية ورفع عني قصاص وساحق راس الحية. يا لعظام العطية للدهني راح، دي عطية
فرع بها يا قلبي وهبني الحياة الحياة الأبدية ووعدني أبقى معه في المدينة السماوية يا لعز يعطي يا مجاني يا فرح بي قلبي وهبني الميراث مش في الأرض الفانية ده ميراث تاني يا ناس ده في الأرض الباقية يا لعظام الأرض يلي اداني ديعطي يا مجاني فرح بها قلبي وفي كل خطوة معي واسمه عمانوئي ماشي قدامي وراي وبرعان نهر وليل يا لعظام اللي اداني ربي ديعطي يا مجاني فرح بها ومضلل علي بحب وعلى الدوام امين حافظني في عينه وقلبه أدي ناصب ثمين يا لعظام اللي اداني ربي ديعطي مجاني فرح بها قلبي بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنتكلم في بعض كلمات قالها واحد من أصدقاء أيوب بلدد الشوحي، قال هو ذا الله لا يرفض الكامل ولا يأخذ بيد فاعلي الشر، عندما يملأ فاك ضحكا وشفتيك هتافا يلبس مبغضوك خزيا، أما خيمة الأشرار فلا تكون. اللي ماشي معانا واللي متابعنا، احنا اتكلمنا في اول مرة عن هو ذا الله لا يرفض الكامل، وتاني مرة كلمنا لا يأخذ بيد فاعلي الشر، وتالت مرة اللي هي المرة اللي فاتت لما رجعنا في الاجتماع بيقول عندما يملأ فاك ضحكا وشفتيك هتافا، ده لما رجعنا المرة اللي فاتت. النهاردة بيقول لنا ايه؟ يلبس مبغضوك خزيا، ودي كلمة ربنا لينا النهاردة، يلبس مبغضوك خزيا. لاحظ الأول قبل ما تأمل كلمة يلبس، مين اللي حيلبس؟ اللي بيكرهني، يعني بيجيبه لنفسه. يلبس مبغضوك خزيا، يعني اللي فاحت حفرة بيقع فيها، همان
يعمل صليب عشان يتصلب عليه مردخاي. والصليب اللي عمله لمردخاي هو ايه؟ صلب عليه. اخوات يوسف فضلوا يجروا وراه، لكن الرب حول عملهم الردي اللي قصدوا بيه شر، حولوا لايه؟ لخير، وبقى يوسف العظيم. يلبس مبغضوك خزيا. لاحظ الكلمة دي، يلبس يعني الإنسان بيجيبه لنفسه. ليه؟ لأن في قلبه بغضة، في قلبه بغضة. يلبس مبغضوك خزيا، وده شيء يطمن على رأي فلان اللي كاتب لي هنا، شيء يطمن الإنسان إن مهما كانت الحرب عليه، الحرب مش ليه لكن الحرب لمين؟ للرب. حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكننا بقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكننا بقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد، لأعوض لك عنك نين اللي أكلها الجرد، اللي أكلها الجرد، وأنت من حولي مطمئن نفسي، وأنت مجدي ناصري ورافع رأسي، ورافع رأسي. تقدم يا شعبي وواصل هالي، أعود لك عن السنة اللي أكلها الجارة. شوف لما رجعنا الجمعة اللي فاتت كانت الكلمة لينا ايه؟ عندما يملأ فاك ايه؟ ضحكا. بس انتم مش واخدين بالكم، عندما يملأ فاك ايه؟ ضحك. وشفتيك هتافا. ضحكنا ولا ما ضحكناش؟ ضحكنا. النهاردة بيكمل الكلام لينا، صدقوني ترتيب عجيب. لما غبنا عن الاجتماع وبعدين جينا، وكأني مش كأني، ربنا بيتكلم كلام مباشر. والنهاردة بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ايه؟ يلبس مبغضوك ايه؟ خزيا. صعبة كلمة خزي، يعني شوف فلان اتخازخ. هو طبعا على الشياطين اصلا، لكن الشياطين لهم ايه؟ لهم أيادي، لهم أيادي. يلبس مبغضوك خزيا. أنا قلت مش ربنا
اللي عامل كده ده هو اللي جايبه لنفسه، هو اللي بيلمس، هو اللي بيمشي ناحية الحفرة، هو اللي بيخطط، هو اللي بيعمل. يلبس مبغضوك خزيا. وإيه صفاتهم الناس دول؟ طبعا أول حاجة أقولها إن قلوبهم مليانة إيه؟ بغضة. قلوبهم مليانة بغضة. وإحنا بنقول ما فيش إنسان ما عندوش محبة هيورد على السماء، هيورد على السماء. المسيح هو المحبة، ومن يعرف المسيح يعرف المحبة، من لا يعرف المحبة لم يعرف الله، لأن الله محبة. يلبس مبغضوك خزيا. إيه صفاتهم دول؟ نمرة واحد، يكرهون لي الناس دول. وطبعا مش كتير بيكرهون لي. نمرة واحد بيقول ليخزى المتكبرون، ليخزى المتكبرون لأنهم زورا افتروا علي، أما أنا فأناجي بوصاياك. أقول تاني، ليخزى المتكبرون. واحد منفوخ على التاني، لأنهم زورا افتروا علي. يا سلام، تبقى أنت إنسان طيب وأمين ومخلص وعملك مرضية أمام الله وتخاف ربنا، وبعدين تلاقي واحد جنبك يفتري عليك، يفتري عليك وبعدين منفوخ. ممكن لو كلمته وعاتبته يقول لك ايه واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح. ليخزى المتكبرون لأنهم زورا افتروا علي. طلعوا كلام ما حصلش. يا كذابين يا مفتريين، انت مفتري وانت كذاب. هو الكلام كده، هو الكلام كده. طب انا ما عملتش كده، انا ما قلتش كده، انا ما سويتش كده. عدو الخير ورا الامور دي هو المفتري، الشيطان المفتري، واللي بيكذب علينا، يكذب علينا. اما انا فاناجي بوصاياك. ممكن لو قريت كلمتين، يعني امبارح كنت بتأمل في بعض المزامير قد ايه الرب عزاني وفرحني، فعيني اتملت بالدموع. فممكن اللي حواليا ممكن يفكروا ان انا زعلان ولا متضايق ولا تعبان. لا لا، ده فيض البركه وتعزيات الروح. الانسان يفتري عليك، لكن لو كنت في ايد ربنا، ربنا هيعوضك ويعزيك. اما انا فاناجي بوصاياك. ايه يا ابني يا حبيبي؟ اما انا فاناجي ليخزى المتكبرون لانهم زورا افتروا علي. زورا تبقى ما عملتش حاجه، وانت امين وانت مخلص، لكن يجيلك الافتراء والادعاء. فلان عملت، ما حصلش، ما حصلش يا كذابين، ما حصلش يا مفتري، يا مفتري ما حصلش. لكن أقاتل عنكم وأنتم تصمتون. فيش أجمل من أن الإنسان يسكت في محضر الملك. يسكت، أنت تسكت هو يتكلم، تنزل إيدك هو يرفع إيده، ما تسعاش لحرب هو يحارب عنك، ما تردش لافتراءات هو يرد.
وانت محمول على اليدين ومدلل على الركبتين وعايش في عمق تعزيات الروح القدس في وسط المتكبرين، ولا يهمك ولا يهمك حاجة. تاني نمرة اتنين، بيقول الصديق يبغض كلام كذب، يعني ولاد ربنا ما يكذبوش. الصديق يبغض كلام كذب والشرير يخزى يخزي ويخجل. والشرير يخزي ويخجل لأنه إيه؟ لأنه كذاب. يجي ينقل لك معلومة أو يتكلم عن موضوع وبعد شوية تلاقي الكلام اللي قاله إيه؟ كلام كذب، كلام كذب. يا ابني بتوطي الميكروفون ليه يا حبيبي؟ قاعدين يلعبوا وبيتسلوا علينا. الصديق يبغض كلام كذب، تلاقي انسان الله ما يكذبش اطلاقا لو السيف على الرقبه. لكن الشرير يخزي ويخجل، تصرفاته تجيب الخزي والخجل. ليه؟ لانه كذاب، لانه كذاب. تلاقي مثلا قال حاجه معينه وحصل الموضوع الفلاني، موضوع الفلاني من فلان، وبعدين يجوا يواجهوه يقول لك ابدا ما حصلش. الله، طب يا ابني ده صوته وصوره، صوته وصوره. ام يتخزي ويخجل؟ ده لو كان هيتخزي، لو كان هيتخزي. الصديق يبغض كلام كذب والشرير يخزي ويخجل. يبقى متكبر وايه؟ وكذاب. يلبس مبغضوك خزيا. يبقى اللي بيكرهك ده نمرة واحد ايه؟ متكبر. ونمرة اتنين ايه؟ كذاب. نمرة تلاتة، نمرة تلاتة حاجة عجيبة، بيقول ليخزى وليخجل الفرحون بمصيبتي. ياه، طب فلان حصلت له مصيبة، المفروض ولاد ربنا يعملوا ايه؟ يروحوا يعزوه، يقفوا جنبه، يقفوا جنبه، يسندوه، يسندوه. لكن المبغض ده والمخزي، المخزي بيقول ليخزى وليخجل الفرحون بمصيبتي. ما تحصل لإنسان مصيبة تلاقي فرح فلان إيه؟ بيهلل. ليه يا ابني؟ لأنه بيكره، مبغض، بيكره. فلان حصل له مصيبة، لو مش بس ده ممكن هو يقول يا ريت تيجي لك مصيبة، ممكن. بس ده مش لسان المسيحيين، ده مش لسان المسيحيين. فلان عنده تجربة وعنده ضيقة وعنده مصيبة، تلاقي الإنسان، الإنسان اللي هو إنسان بسرعة يكون جنبه، بسرعة يكون جنبه. لا يفكر في قرابة ولا يفكر في عقيدة أو دين ولا أي حاجة، هو رايح بقلب مليان محبة يقف جنب المصاب ده. ده الإنسان المسيحي، ده الإنسان المسيحي. يعني لو جاري مثلا أو فلان أيا كان حصلت له مصيبة، أنا لا هسأل ده مسيحي ولا ده مسلم ولا ده يهودي ولا ولا ولا، هنروح نقف جنبه ونسنده ونساعده ونعزيه، نساعده ونعزيه. غير الإنسان الشرير اللي هو المبغض المخزي، المخزي يفرح في أذية الآخرين أو يفرح في مصيبة الآخرين، على رأي الكلمة اللي قالوها واللي كتبناها، بيقول إيه؟
يلي بتفرح في مصيبة الناس لابد هتشرب من نفس الكاس، يلي بتفرح في مصيبة الناس لابد هتشرب من نفس الكاس. يلبس مبغضوك خزيا. نمرة أربعة، لا أكثر، مش بس فرح في مصيبة، لا بيقول ليخزى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها، الذين يطلبون نفسي لإهلاك، اللي عايزين يقضوا علي، اللي عايزين يقضوا علي من كل الجوانب، إن كان تاجر عايزين يخسروه، إن كان خادم عايزين يتعبوه، إن كان ليخزى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها. يعني شوف، توصل بالإنسان المبغض إلى أنه عايز يهلك فلان، عايز يهلك فلان ويدبر له خطط ويفتري عليه ويكذب عليه. ليخزى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها، يطلبون ازاي ده ربنا بيقول حبوا بعضكم بعضا قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديده. والمفروض حتى الانسانيه تقول ان فلان يقف جنب فلان، انه يسنده ويكون في ظهره بلغه العالم، لكن لانه انسان قلبه مليان بغضة يلبس مبغضوك خزيا. اللي بيطلبوا نفسك لإهلاكها عايزينك تضيع، مش بس إهلاك الجسد، لا، واحد يبقى عايزك تخسر في تجارتك، عايز أولادك وبناتك ما ينجحوش، عايز البنت ما تتجوز، المهم عايز التعب ليك وخلاص. سن حاقد ومفتري، حاقد ومفتري. ده نمرة أربعة. نمرة خمسة بيقول الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. مجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون إيه؟ في الأرضيات. إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. يعني إيه مجدهم في خزيهم؟ لو إنسان مؤمن أو صديق ممكن يجي يحكي ويقول يا سلام، احنا كنا في القداس يوم الحد وتناولنا وسمعنا عظة حلوة وطلعنا فرحانين، وحاجة تاني كنا في السماء وكلام. ده إنسان مبارك. واحد تاني يقول لك امبارح كنا بنلعب وأنا خسرت مبلغ كبير وشربت وبعدين شالوني وروحوني ومش عارف ايه و مجدهم في خزيهم. مجدهم في خزيهم، يعني انسان يحكي ويتحاكى بطريق الشر، بطريق الشر. الذين نهايتهم الهلاك، الذين الههم بطنهم. انسان همه في بطنه. مجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات. تلاقي فلان كل اهتماماته أرضية، كل اهتماماته جسدية، ما فيش أبدا شيء يدل على أنه إنسان روحاني أو منتظر الرب، أو منتظر الرب. إنسان تعبان يلبس مبغضوك خزيا، يلبس ناس عالميين واضح عليهم في صورتهم وحياتهم انهم ناس يختلفوا عن اي انسان بتاع ربي. يعني ممكن لو قعدت معاه خمس دقائق انت كانسان الله عايز تسد حلقه وتقول له كفايه كلام، قعدته ممله وكلامه ممل، لانه كلام ما يعزيش حد ولا يطيب خاطر انسان ولا يرشدك لاي نور. ياما ناس بتقعد تتكلم كتير
وتبقى عايز تسد حاله. ده لما تكون قاعدة مفروض عليك. إنسان العالم تعبان. أقول بعد كده تعليق على الكلمة دي. يلبس مبغضوك خزيا. نهايتهم صعبة. هنا هيتعبوا وفي النهاية مرخ. بيقول ايه؟ انه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك. اتاريهم متغاظين ليه؟ عشان انت ناجح. متغاظين ليه؟ عشان انت محبوب. متغاظين ليه؟ عشان تجارتك ناجحه. متغاظين ليه؟ عشان الدكانه بتاعتك بتبيع اكتر. متغاظين ليه؟ عشان ولادك ناجحين. متغاظين ليه؟ عشان انت حياتك منوره. لكن خلي بالك من النهايه، انه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك. خلينا نستنى بكرة، خلينا نستنى بكرة ونستنى النتيجة. مين اللي هيفرح؟ ومين اللي هيتعزى؟ ومين اللي هيكسب؟ ومين اللي هيكون له نصيب في الأبدية؟ إنسان الله، إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليه. يبقى نمرة واحد اللي بيكرهك ده متغاظ منك. نمرة واحد، جميع المغتاظين عليك. نمرة اثنين، بيقول ايه؟ يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. يا نهار ابيض، متغاظين مني، بلاش مني انا، متغاظين منك ويخصموك بلا سبب. تقول طب انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ فلان مخاصمني ليه؟ فلان زعلان مني ليه؟ فلان مديني ظهره ليه؟ فلان بيفحت ورايا ليه؟ يكون كلا شيء مخاصموك ويبدون. نمرة واحد، متغاظ منك. نمرة اثنين، يخصمك لكن النتيجة صعبة جدا جدا. يكون كلا شيء مخاصموك ويبدون. يا سلام، وانا بتامل في الكلمه دي قد ايه صعبه، قد ايه. يكون كلا شيء مخاصموك ويبدون. طبعا الشياطين هتنسحق واعوان الشياطين هتباد، هتباد. يكون كلا شيء مخاصموك ويبدون. يبقى نمره واحد مغتاظين، نمره اثنين مخاصمين. مخاصمني ليه؟ انت ما عملتش غلط، بيخصموك ليه؟ وبيكرهوك اصلا ليه؟ عشان النور اللي فيك تعب عيونهم الرمضانة. النور اللي فيك تعب عيونهم الرمضانة. ونجاحك بيبكتهم ويأنب فشلهم. نجاحك بيأنب فشلهم مع انك ما عملتش غلط، ما عملتش غلط. يبقى مغتاظين، مخاصمين. نمرة ثلاثة، النتيجة صعبة قوي، النتيجة صعبة قوي. تفتش على منازعيك ولا تجدهم. النهاردة بيضايقوك، بكرة ايه؟ مش هتلاقيهم. الله، راحوا فين؟ راحوا مطرح ما راحوا. تفتش على منازعيك ولا تجدهم. يبقى نمرة واحد مغتاظ منك، نمرة اثنين يخصمك، نمرة ثلاثة ينازعك، يعمل لك فرتينة، يعمل فرتينة.
يعمل أي حاجة ضدك، يعلي صوته عليك، تفتش على منازعيك ولا تجدهم. فما تشيلش هم، ما تشيلش هم. على رأي مثلث الرحمات البابا كرولوس قال سيب القضية في ايده وما تشيلش هم. الجملة اللي بيقولها بيقول ايه؟ لا تهتم، ها؟ لا تفكر كثيرا في الامر. طيب خلاص انتوا حافظين اهو حاجة. تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يلبس مبغضوك خزيا. ما تشيلش هم فلان اللي واقف ضدك النهاردة، ما تشيلش هم حرب الشيطان المشنونة ضدك النهاردة. بكرة هتتحل، بكرة هتتحل. النهاردة ظلمة، بكرة هتنور. النهاردة غيم وسحاب، بكرة الشمس هتطلع. النهاردة تعب، بكرة راحة. النهاردة حرب، بكرة نصرة. ويعظم انتصارنا بتسقفوا ليه؟ ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. تفتش على منازعيك ولا تجدهم. كلمة صعبة صعبة صعبة. تفتش على منازعيك ولا تجدهم. عايز يقول لكل إنسان مفترى عليه، بس يكون إنسان مسيحي ودعي عليه اسم المسيح، عايز يقول لك ما تشيلش هم فلان اللي واقف ضدك، ولا فلان اللي بيفتري عليك، ولا فلان اللي بيعكسك، ولا ولا ولا. ما تشيلش هم، بكرة مش هتلاقيه. ده مش معنى كده انك بتتمنى له شر، لا، ده مش كلامي انا، ده مش تمنياتي انا، ده المكتوب بيقول كده. المكتوب ان بكرة مش هيكون موجود، مش انا، وانا بايدي اشيله، وانا بايدي اوديه واجيبه. انا مالي، انا مالي. ما تشيلش هم، عايز يقول لك ما تشيلش هم. تفتش على منازعيك ولا تجدهم. نمرة كام؟ أربعة. يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم. يا سلام يا سلام يا سلام. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. خدنا على جبل عالي، هنينا بجلسة معاك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. يا حضر يا قدو مليانة من كل البركات، يوزعها علينا يشبعنا تعزية، يشبعنا تعزية، يشبعنا تعزية. يوزعها علينا يشبعنا تعزية.
يا يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم. ايه ده؟ طب فكر معايا كده، يعني ازاي اللي قدامك ده زي البخار يختفي؟ كلا شيء وكالعدم، اصلي تاريخه ما سطرش شيء نفتخر بيه او نذكره. امال ايه؟ اللي التذكار تاريخه احسن، وبعدين ممكن تلاقيه انزاح من الطريق. مين اللي زيحه؟ انا ماليش دخل. بيقول يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، كأن ما فيش حاجة حصلت، كأن فلان ما اتكلمش ولا افترى عليك ولا ضايقك ولا كرهك. الله، ايه اللي حصل؟ هو فين فلان؟ لا يذكر، لا يذكر. غير الإنسان اللي يقول ذكر الصديق بركة، ذكر الصديق للبركة، إنما فلان أهو راح ليه؟ يا ما كان تعب ناس، يا ما كان مضايقهم، يا ما كان افترى على ناس، يا ما افترى على ناس. مسكين مسكين. يكون محاربوك كلا شيء وكلا. يحاربوك ليه؟ يحاربوك ليه؟ من أجل النور اللي فيك، من أجل الوصية اللي انت حافظها، من أجل الشهادة الحسنة اللي بينطق بها لسانك، من أجل انك بتخدم المسيح وهم بيحاربوا المسيح اللي فيك. يبقى الحرب مش ليك، انما الحرب لمين؟ حرب للرب. يا سلام. يقول يحاربونك ولا يقدرون عليك. خلي اللي يحارب يحارب، خلي اللي يحارب يحارب. أنا ليا إله بيحارب حاربي، ماشي معايا في كل دربي. أنا ليا إله بيحارب حاربي، ماشي معايا في كل دربي. أنا ليا إله بيحارب حاربي، ماشي معايا في كل دربي. أنا ليا إله بيحارب حاربي، ماشي معايا في كل دربي. أنا ليا إله بيحارب حاربي، ماشي معايا في كل دربي. يعطيني إيمان، إيمان وسلام، يعطيني أمان، إيمان وسلام. دايما بقربي، دايما بقربي، دايما بقربي. يبقى نمرة واحد المغتاظين، ونمرة اثنين المخاصمين، ونمرة ثلاثة المنازعين، ونمرة أربعة المحاربين. ويجي بقى يديني أنا رسالة ويقول لي إيه؟ لأني أنا الرب إلهك، مبارك اسمك. أنا ليا إله، لأني أنا الرب إلهك. الممسك بيمينك، كرامة ومجد ليك. كرامة.
لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمين، ده أنا اللي ماسكك بإيدي، وأنا اللي سندك بوعدي، وروحي يملك ويسود عليك، يقودك ويرشدك. أنت مش إنسان عادي، ده أنت ابن الملك، كرامة ومجد ليك، ابن الملك. لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك. يا سلام، شوفوا أب كده وعنده ولد صغير، والأب ده قعد سنين طويلة ما خلفش، وبعدين جاب الولد ده، فأبوه ماسك ايده وماشي. قد ايه غلاوة الولد ده عند أبوه؟ ده ولد وحيد. طب وهل أنا وحيد؟ بيقول محبة أبدية أحببته، كأن ربنا ده بتاعي بس، أنا لحبيبي وحبيبي إيه؟ ليه؟ وأنا الغالي عليه، ماسك بيميني حتى لا أعثر، أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، ماسك بإيدك وكأنك أنت الوحيد في العالم، ومين اللي ماسك بإيدك؟ إلهك القوي الممسك بيمينك، لا حتضل، ولو وقعت لا تسقط، لا يدعك تنطرح، ماشي متعزي ومطمن لأن هو اللي ماسك إيدك، لا حتضل الطريق ولا تتوه ولا تقع في حفرة ولا السكة سليمة، السكة سليمة لأن هو الممسك بيمينك. أنا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف، أنا أعينك، كرامة ومجد ليك، لا تخف، ما تخاف. القائل لك لا تخف أنا أعين، ما تخافش من أي حاجة، يحاربونك ولا يقدرون عليه، يكونوا كلا شيء وكالعدم، هتبص تدور على فلان مش هتلاقيه، والشياطين مش هتلاقيهم، إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. لا تخف لي أني فديتك، وباسمك أنا دعوتك، لا تخف أنا وباسمك أنا دعوتك، وأعنتك وبأمن بري عبدك، قد أيدتك وأعنتك وبأمن بري عبدك، لا تخف أنا أعينك، أنا الممسك بيمينك، لا تخف أنا أعينك، أنا الممسك بيمينك، وبأمن بري عبدك، قد أيدتك وأن وبأمن بري عبدك، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. عزتنا طيبت خواطرنا، نشكرك، نرفع إليك ذبيحة حمد تليق باسمك، ارفع قلبك للرب وارفعي قلبك للرب، كرامة ومجد ليك أيها الحاضر في الوسط، ملناش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ، ملناش غيرك كرامة ومجد ليك، أيامنا بين إيديك،
غربتنا بين ايديك، سندنا، عزنا، فرحنا. علمنا الاتكال عليك، ثبت انظرنا في شخصك. اشكرك لانك ساندنا، قائدنا ومرشدنا، فرحنا ومعزينا. ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك. كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. لك المجد، لك المجد. ارفع قلبك وقلبك للرب. كل اللي شايفني في أي ركن في العالم، ارفع قلوبك للرب. صلي، سيب خطاياك عند المخلص اللي حاضر في وسطينك. حمل خطايانا، مات وفدانا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. وعدت تحارب عننا، ملناش غيرك سند. In Christus Jesus bin schuld viele Flüge son ebe brosef Christus ite erne basi ke topne vmati فلنشكر صانع الخيرة الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا عنا، حفظنا، قبلنا إليه، وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذه الليلة المقدسة وكل ليلة حياتنا بكل سلامة ضابط الكل الرب إله هنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلباتك الديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل، نطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا يا رب أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزعها عنا وعن سري شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصلاحة والنفعة ترزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو يا رب.
أرحم. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك، اطلبوا عن ابائنا واخوتنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع، لكي المسيح الهنا ينعم لنا ولهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. تعدهم بالمراحم والرافه تشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم، وروح الامراض اطردهم، والذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقمهم وعزهم، والمعذبون من الارواح اعتقهم جميعا، والذين في السجون أو المطابق أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة أعتقهم جميعا وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزى صغير القلوب ومناء الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها أعطي يا رب رحمة، أعطي يا راحة، أعطي يا برود، أعطي يا نعمة، أعطي يا معونة، أعطي يا خلاصا، أعطي غفران خطاياها وآثامها، ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لأجسادنا عافها، لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد، تعدنا بخلاصك يا رب أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن، اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. كل اللي رفع طلبة واللي رفع الطلبة الرب سمع واستجاب حسب حكمته وحسب إيمانكم، أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الأجساد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات آمين.
في شياطين؟ طب الحد اللي جاي أستأذن منكم ما يكونش فيه اجتماع دراسة كتاب. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.